ويلتحق بنا من مأرب مراسل إخبارية محمود الحمادي. محمود، صباح الخير، تفاصيل أكثر حول التطورات على الأرض لو تطلعنا عليها. صباح النور، أنا أتواجد حاليا في مديرية نعمان، أولى مديريات محافظة البيضاء التي تقدم إليها الجيش الوطني بعد تحرير كامل مديريتي بيحان وعسيلان. تظهر معي في الصورة هنا مركز مديرية نعمان وهي الساحة، وهنا ما يزال الجيش الوطني يحاول أن يمشط بقية جيوب الميليشيا الإنقلابية المتواجدة خلف تلك السلة خلف تلك التلة الجبلية. معي هنا في هذا الموقع في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء رئيس عمليات اللواء 26 مشاه العميد محمد ناجي الصلاحي. عميد محمد، هل لك أن تضعنا في صورة تقدم الجيش الوطني في هذه الجبهة؟ يسعد الله صباحكم بالخير، صباح النصر المؤزر. نحن الآن يعني على في مديرية أول مديرية مديريات البيضاء، نهيئ أنفسنا للدخول إلى محافظة البيضاء بشكل عام، ونحن من هنا ندعو جميع المواطنين الذين انضموا مع الحوثي سواء بالترغيب أو بالترهيب أن ينفضوا غبار الذل، انتهاء الذل، انكسرت شوكة الحوثي، لم يعد له هيبة. ندعوهم أن يضعوا أيديهم مع أيداتنا ونقول عفى الله عما سلف وسنستقبلهم بالأحضان. وكيف هو تفاعل المقاومة الشعبية المتواجدة في محافظة البيضاء مع تقدم الجيش الوطني؟ طبعا تفاعل يعني عظيم جدا، وهم كانوا يتمنوا ذلك الموقف من زمان، ونحن الآن نحن وياهم منسقين، وبعضهم الآن معنا في موجود وبعضهم لا زال في الداخل، ونحن إن شاء الله سننسق معهم ومع كل إحرار البيضاء. البيضاء هي شقيقة شبوه، شقيقة مأرب، من حقها أن تتحرر. شكرا لك سيادة العميد. أيضا معنا الشيخ سعيد الشني، وهو أحد المشايخ الذي هجر قبل 3 سنوات من منطقته مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، وهو اليوم يعود إليها بعد تحرير الجيش الوطني. شيخ سعيد، صف لنا شعورك وأنت تعود إلى قريتك، إلى مدينتك، بعد أن هجرت منها قصرا لمدة 3 سنوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وبفضل الجيش الوطني وجيش 26 الذي نحن هربنا إلى الجوبة وانضميت إلى الجيش، والحمد لله رجعت الآن إلى مديريتي بفضل الشرعية. فضل الله أولا والله أولا. ونحن الآن في مديرية نعمان، وإن شاء الله نتقدم على محافظة البيضاء الذي هي محادة شبوة وأبين ومارب والدمار، وإذا سقطت محافظة البيضاء وصلنا دمار، ومن بعد دمار صنعاء، ومن بعد صنعاء مران. شكرا لك شيخ سعيد. وكما قال الشيخ سعيد وكما قال قبله العميد محمد الصلاحي، فإن محافظة البيضاء تمثل أهمية استراتيجية كبيرة، والجيش الوطني الآن يقوم بقصف بقية جيوب الميليشيا المتواجدة خلف تلك التلة، ويقوم الجيش الوطني بتطهير تلك التباب والتقدم إلى مديريات أخرى في محافظة البيضاء. وكما قال الشيخ سعيد، فإن مديرية البيضاء تحد 8 محافظات، وهي تتوسط هذه المحافظات، وستكون انطلاقة قوية لتحرير بقية تراب الوطن ابتداء من محافظة دمار التي تعتبر البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء. نعم. طب محمود، إذا كنت تسمعني، بالنسبة للحوثيين اللي كانوا موجودين في البيضاء، إلى أين فروا؟ نعم، الحوثيين الذين كانوا متواجدين في محافظة البيضاء انسحبوا إلى مديريات أخرى، وخصوصا مديرية الملاجم، ومن مديرية الملاجم سينسحبون إلى مديرية السوادية. كما نعرف أن المديريات هنا في محافظة البيضاء هي مديريات ترفض الميليشيا الإنقلابية، مديريات حاربت الميليشيا الإنقلابية قبل 3 سنوات، لم تهنأ الميليشيا الإنقلابية بأي تواجد لها في محافظة البيضاء، وتعتبر هذه المحافظة هي المحافظة الأولى على مستوى جبهات الوطن التي استنزفت كثير من قيادات وأفراد عناصر الميليشيا. نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسلنا محمود الحميدي، كنت معنا من البيضاء، شكرا جزيلا لك.